اسمك؟ جمعة مختار الزوام. جمعة مختار الزوام، منين يا جمعة؟ من الشاطئ. برك الشاطي؟ لا، تامزاوة. 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 شنو وظيفتك يا جماعة؟ مدرس. مدرس، مدرس شنو؟ شو تخصصك؟ لغة عربية. لغة عربية. متجوز أنت وعندك صغيرة؟ باهي يا جمعة. جمعة. نعم. يا جمعة. كيف جيت انا يا جمعه وعلى اي اساس انت جاي هنا؟ والله جاي على اساس فيها مظاهرة سلمية. جايين كرتو بدير مظاهرة سلمية موالية للنظام. علاش يعني تبغى تدير مظاهرة سلمية هنا؟ شنو السبب؟ علاش ابوكم قال لكم تعالوا ديروا مظاهرة سلمية؟ يعني انت ماكش عارف عليه جابوك انا؟ لا والله. باهي، شنو المقابل؟ مقابل شنو؟ باش وعدوكم يعني عطوكم فلوس ولا وعدوكم باشياء؟ والله توا انت متعين، ممكن اللي قبلك قال انا مانيش متعين، كان يطمع في وظيفه، لكن انت متعين وعندك راتب ووضعك تمام. شنو المقابل؟ لا لا، عطاه والله ما عطوه واحد، على علم المجموعة اللي جاي انا وياك. لكن يبوا يعطوا، قالوا مقابل ممكن لما تمشوا وتجوا حيعطوك. لا مش مجموعة احنا والله واحد، نسمع فيه في ليبيا كلها القروض والتسهيلات وال احنا جينا من قبلها من ايام صارت الدوشة في مصر ولا كذا. التعيينات والسلف وال الملفات شو اسمها هذينا تحول الانتاج والتنمية والواحد زحمة عليهم بلا حسابات. القروض الزراعيه انتهي تو هم فتحوا غادي القروض قالوا انهم بيفتحوا القروض يعني انت بدل ما تجي هنا ليش ما مشيت قدمت ممكن تحصل قرض والله اذا كانوا هم بيعطوا قروض علي جيت هنا يعني لا تو انت خلاك معي صريح يعني انت ما تقوليش انك جيت من غادي عشان مظاهره تدير مظاهره وهنا وتمشي ما تبيش تسيب اهلك وصغارك وزوجتك وابن عمك غادي عشان تجي تدير مظاهره تدعم النظام هنا ضروري في مقابل ما تبيش انت تطلع انت متريح غادي وضعك تمام الحمد لله باهي يعني ضروري في حاجه اللي خلاتك تجي هنا احكي لنا بصراحه يعني بس نحن نبو الصراحه فقط لا غير مقابل شنو؟ هل وعدوكم باشياء؟ هل اعطوكم فلوس؟ لا والله ما اعطونا حاجه باهي هل موعودين انتوا لما تمشوا وجوا يعطوكم حاجه؟ والله ما وعدنا واحد هيك كلامك مش منطقي يا جماعة والله هيك كلامك ما يجي انت راجل متعلم ومدرس ومربي اجيال وراجل كبير في السن ما نكشش غير يعني مش ما تعقلش ابدا انك جيت هنا من غير اي مقابل، حتى لو انهم ما عطوكش بيكونوا انهم وعدوك بحاجه يعني. احنا اصلا بتخيل انا جاي اصلا ما هي اللي مسمنا نهائيا. اقسم بالله ما هي اللي مسمنا. توقعنا مثلا نهار تعالوا فيه حفله ولا فيه مسيره ولا واحد سجلوا هاي بتمشي وخلاص. على اساس مثلا على اساس انها فسحه مثلا هيك. لا هي من قبل فسحه، والله ما اقسم بالله ما هي اللي مسمنا جاي بكره. باهي من اللي جاكم غادي؟ من اللي جاكم غادي وكلمكم وتم يجمع فيكم؟ اللي متبنية احنا من مجموعتنا وغادي جماعة اليوم اللي بارزين بارزين في ايش؟ بارزين في حادثة الفجار الثورية باهي من الشخص؟ من اعطينا اسماء الشخص اللي ربطنا في سبها محمد بشير شاشو محمد بشير شاشو هذا عضو في اللجان الثورية؟ لا هذا عقيد في الجيش عقيد في الجيش؟ بيه وجماعة اللجات الثورية اللي غادي هذا اللي هذا خلاص بعد يدفع المنطقة والشباب ماشي يا جماعة إن شاء الله إن شاء الله توصل لأهلك وطيب إن شاء الله توصل سالم وإن شاء الله تربي صغارك لكن التجربة اللي خضتها هذه تو ممكن الشباب أضم اللي معك شباب صغار لكن أنت راجل كبير يعني في العمر والله ما نرضوه لك الموقف اللي أنت حطيت نفسك فيه والله ما نرضوه لك ممكن نحن كلنا اغلبيه ممكن الحاجه كي ممكن اللي في عمرك ولا اصغر منك والله ما نرضى لك انت تدير الشيء هذا ياهي ولا انك انت تكون يعني كيف ما يقولوا دميه حركوك من غادي وجابوك هنا ياهي عشان مظاهره مواليه للنظام او حاجه انت بصراحه حطيت نفسك في موقف والله مش لك يعني الشيء هذا انت المفروض انك انت راجل مربي فاضل ومعلم اجيال اكبر من الشيء هذا ان شاء الله توصل هلك طيب
وبس نبوك يعني تقول كلمة حق غادي في حق الشارق وفي حق برقة وفي حق خوتك، نحن رانا ليبيين كلنا كيف بعضنا، ما فيناش فرق. إن شاء الله ربي يوصلك سالم. إن شاء الله.